صباح الخير لكل المشاهدين. جولة على آخر الأخبار الفنية المحلية والعالمية رح نبدأ اليوم فيها بكونكتد، ورح نبدأ تحديداً مع جوزيف عطية يلي نشر صور على الفيسبوك الخاص فيه. هالصور كانوا تيزر لألبومه الجديد. رح نشوف هالصور اللي بتفلجي جوزيف باللوك الجديد، ومش بس الفانز اللي حبوا هاللوك إنما كمان عدد كبير من المواقع الإلكترونية يلي كتبوا عن اللوك الجديد وألبوم جوزيف الثالث. هالألبوم بيجي بعد ألبومه الأول موهوم وشو بتعمل بالناس. الألبومين بالأول أخذوا نجاح كتير كبير ونسمة مبيعات كبيرة، ونحن ناطرين الألبوم الثالث اللي رح يتضمن أكثر من حوالي 13 أغنية. من كافي مع فيسبوك وهلأ عن صورة كتير مهضومة نشرتها رولا شمية، وهي صورة شوي قديمة تجمعها بأحد أصدقائها. رح تشوفوا هالصورة وتشوفوا هالشخص اللي معه، حذروا مين معه بهيدا الصورة. هيدا عادي الكرم، وقالت رولا next to the image best friends since ever، أو أصدقاء من زمان كتير. أما وائل كفوري فاستعان بتويتر لشوي يعبر هيك عن زعله واستيائه وشكى همه لكل جمهوره، وقال يا الله كارتي الوحيد بهالعالم مع أنه جديد بحط له الكود بيكتب لي بلا رصيد. الهيئة يا وائل المصروف زايد هالأيام ولازم تنتبه عليه. أما فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني يلي سائب بواحد فبراير عيد ميلاد بنته ماريتا الـ 18، فقرر يكتب لها على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي هالرسالة اللي عم نشوفها، ونشر هالصور من عيد ميلادها، وقال لها كل عام وانت بألف خير يا غالية يا غالية يا بنت الحبيبة، بكل يوم بتصبح بوجهك برجع فيه طفل صغير، ببكي وبضحك وبزعل وبرضى وما بعرف من الهموم شي. بيوم عيد ميلادك بطلب من الله يعم السلام على كل الدنيا وتغرد ضحكات الأطفال بجميع بلاد الأرض. وكفى وعبر عن زعله لأنه قريبا بنته وقتها بتتجوز وتترك البيت العائلي، هالشي رح يأثر فيه كتير، خاصة وأنه هي بتشاركه بعدد كبير، شاركته مؤخرا بعدد من المهرجانات وتحديدا شاركته بها العمل اللي عم نشوفه هلأ رياح البغض. هالأغنية اللي قدمها تحية لكل، أو مش تحية، تعبير بركي عن رأيه بالوضع السياسي اللي عم تقطع فيه المنطقة، وكان عامل عدد من التغريدات كمان يلي هلأ قطعوا معنا بالصور، وقال فيهم شكراً لكم أحبائي على الكلام الجميل عن أوبرات رياح البغض، والشكر الكبير لكل اللي ساهموا بتنفيذ ونجاح العمل الإنساني يلي بعبر عن داخل كل إنسان عربي عم بيعاني من الساحة العربية من الأمور اللي كانت بغض وتفرقة وقتل للإنسانية اللي عم بتصير عنا بالمنطقة، وطلب من الشعوب العربية أنه لازم تلم الشمل وترص الصفوف حتى نبني وطن أفضل نفتخر فيه بالمستقبل. أما هلأ رح ننتقل على موقع الفن يلي كان عنده لقاء مميز وحصري مع الفنانة سميرة توفيق، هالفنانة الكبيرة يلي طبعاً نشرت الأغنية البدوية بكل العالم العربي، مش بس الأغنية البدوية إنما كمان كان عندها أغاني كتير لبنانية حلوة وكان تواجدها على المسرح كتير حلو. قالت خلال هالمقابلة إنه هي صحتها منيحة ونفت كل الشائعات اللي عم بيتناولوها المواقع الإلكترونية، وكملت وقالت هي اليوم عم تهتم بعائلتها، كل عمرها هيك بس اليوم شوي زيدتها. أما من ناحية تانية فقالت الفنان المفضل عندها هو ملحم زين، والخبر اللي كان أثر فيها أكثر شيء مؤخرا هو غياب وطبعا رحيل ملك السعودية عبد الله، خاصة وإنه هي عندها علاقة خاصة ومميزة مع ديوان الأميرات والملك شخصيا. وبآخر اللقاء قدمت تحية للجيش اللبناني يلي عم بيقدم تضحيات كبيرة للوطن. من كافي مع الخلاف يلي هيك عنا أبديتس عن الخلاف بين الموسيقار ملحم بركات ونجوى كرم، طبعا موقعها بصراحة كتب عن هالموضوع وقال أكدوا أنه الموسيقار ملحم بركات ونجوى كرم صار في مصالحة بيناتهم، وهالمصالحة صارت بمنزل صديق مشترك لإلهم وسحبوا الدعي والمقامة بيناتهم. من ناحية تانية قال الموسيقار أنه هو ما بحب الزعل ولا العداوة لأنه ومن هيك عم يبتعد عموما عن الأجواء الفنية. نحن رح نكفي بالأجواء الفنية ورح نروح على مصر وأوائل النيوز اللي كان عندهم خبر حصري لألون، وهو أغنية عمرو دياب السنجل الجديدة مش حسيبك اللي رح يتم الريليس تبعها بنيسان المقبل. أما هالعمل فهو من ألحان الملحن المصري إسلام زكي. منكفي مع الأعمال الجديدة ومنتقل عند فارس كرم بالإضافة لألبومه الجديد الكامل، كمان عنده سنجل جديدة وهالسنجل هي مع الفنان سليم سلامة. هالثنائي اللي عملوا أعمال ناجحة ومن بيناتهم أغنية التنورة، متوقع إنه نسمع هالسنجل لفارس كرم بالأسبوعين الجايين، ويمكن كمان يصير في تصوير لفيديو كليب لها.
رح نختم الأخبار المحلية ورح نختمها مع الملحن والشاعر مروان خوري، هالفنان الشامل يلي مثل ما قالت عبكرة رانيا شو ناطر؟ ناطر نجاح أغنيته الجديدة، هالأغنية يلي من أغنية ناطر لمسلسل علاقات خاصة. هالأغنية هي من كلماته وألحانه ورح تكون هي تيتر لمسلسل جديد. هالمسلسل السوري الهيئة مروان عم بحب إنه يعمل تترات للمسلسلات، فكان عنده نجاح كتير كبير بتيتر لعبة موت وتيتر مسلسل لو، واليوم بتيتر علاقات خاصة. هيك مشاهدينا منكون عملنا راب اب على الأخبار المحلية. رح نكفي مع أمل عالم الدين كلوني وتايلر سويفت، هالثنائي يلي هن توأم إنما بس بالموضة. أمل يلي هي محامية وعمرها أكثر من 30 سنة ومعروفة إنها كلاسيكية بالوقت اللي تايلر سويفت بالعشرين، وستيلها بالتياب ستيل شبابي، إنما على طول عم نلاقيهم ومثل ما نشر موقع أنا امرأة عم يلبسوا تياب كتير قريبين من بعض. من أمل عالم الدين اللبنانية إلى عم نحكي شاكيرا اللبنانية الأصل، هالفنانة الكولومبية صارت أم لا ولد تاني، وكانت نشرت على حسابها الخاص على إنستغرام بيان وقالت فيه: نحن سعداء أنا وزوجي بمولودنا الجديد ساشا بيكي مبارك. هالطفل يلي خلق ب 29 كانون الثاني اسمه هو بعود لأصول يونانية روسية وبيعني المدافع عن الإنسانية والمحارب. بالوقت يلي شاكيرا مبسوطة بولادة ابنها الجديد جاستن تيمبرليك يلي كان عم بيحتفل بعيده الـ 34، نشر صورة كمان على حسابه الخاص على انستغرام بتجمعه بمرته وهو عم ببوس بطنه وبيقول: بهالسنة رح يكون عندي أحلى كادو وهو مولود جديد، بعد ما عرفنا إذا بنت أو صبي تركينا سوربريز لنهار الولادة. هيك مشاهدينا منكون هلأ رح ننتقل هيك عشوية أخبار مش كتير حلوة، ورح نروح عند الممثل ريكاردو ميدينا جونيور، هالممثل اللي منعرفه بالباور رينجرز وهو كان الريد رينجر مثل ما عم بتشوفوا هون بالصور. نهار السبت قتل زميله بالسكن. ليش قتله؟ حسب ما قالت تقارير الشرطة انه كانوا موجودين بالبيت، كان ميدينا معه صديقته واختلف هو وجاشوا سطر يلي عايش معه بالبيت. من بعد ما راح على غرفته لحقوا جاشوا فقرر انه يطعنه بالسيف وقتله، ولكن ملفت انه دق ل 911 هو وسلم حاله. الغريب واللي عم تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي انه هيئته الاوقات ببعض الاوقات الممثلين بيتاثروا كثير بالادوار يلي عم بيقدوها وعم بيستعملوها بحياتهم اليوميه. أخبارنا الحزينة ما وقفت هون، إنما في عنا خبر بنتا لويتني هيوستن. عم نحكي عن بابي كريستينا براون، هالصبية اللي عمرها 20 سنة لقوها نهار الأحد غرقانة بحوض الاستحمام ببيتها. مثل ما عم نشوفها هون، هيدي هي بابي كريستينا ومع والدها بابي براون. الأخبار الأولية بتقول إنه هي هالحدث صار معها قبل بحوالي الجمعة من ذكرى وفاة أمها للسنة الثالثة، أمها اللي توفت بذات الطريقة وكانت غرقانة بحوض الاستحمام، وبوقتها كان السبب مشاكل بالقلب بالإضافة لتعاطي المخدرات. الصورة اللي عم بتشوفوها هون بتجمعها بزوجها، والهيئة أنه زوجها نيك جوردن له علاقة بالموضوع. فبالوقت يلي بابي براون عم بيطلب أنه هالموضوع يكون شخصي والميديا كتير ما تتدخل وتخليهم يتعاملوا مع هالقصة بطريقة شخصية، بيطلب من كل العالم يصلوا لها، أنه اليوم هي بكوما وعايشة من وراء الماشينات وكتير قليل الشانسز أنه تعيش. عم بيقولوا أنه زوجها له علاقة بهالموضوع، لأن في حال توفت هو رح يورث ورثتها وورثة والدتها يلي تعد أكثر من 20 مليون دولار. منكفي مع أخبارنا، وأكيد أكيد رح نروح هلأ عند كيتي باري يلي كانت عم بتأدي بالسوبر بول الانترتينمنت، هالإيفنت اللي كان كتير حلو، الإيفنت سبار اللي كتير حلو بأمريكا، كانت قطعت بهالأربع لوكس المميزين. كيتي باري من بعد الحفل قررت تعمل تاتو على إيدها، لأنه هيدي كانت من أهم ليالي الكارير تبعها، ومثل ما عم تشوفوا هون نشرت هالصور على إنستغرام. أما ميسي أليت فنشرت صورة جماعتها بكيتي باري وصديقها لكيتي باري جوني ماير، هالكابل يلي كانوا يظهروا سوا على فترة سنتين، تركوا السنة الماضية ورجعوا بجانيوري. اسمحوا لي انه احكي شوي عن ميسي أليت. ميسي أليت يلي هالفنانة او هالرابر القديمة كتير، كان شيء كتير ملفت الكامباك تبعها بالسوبر بول، وكان شيء مهضوم انه كتير من الاشخاص هون كانت عم بتقول انه ما صدقت او ما عرفت قد ايه العالم اشتاقوا لي غير لحفلة السوبر بول امبارح. شيء تاني كمان يلي انتشر على
التويتر عالم كتير وهن خاصة من المراهقين كانوا عم بيقولوا إنه كيتي باري رح تخلي ميسي أليت إنه تشتهر. الشغلة المهضومة إنه كل هالتين ايجرز لما كان في ميسي أليت كانوا بعد مش خلقانين، فمن هيك طبيعي يعلقوا هالتعليق. أكيد بدورة ميسي أليت عبرت على تويتر عن هالشي وقالت الأطفال ما بيعرفوني، هالشي بحزنني. بس شي كمان بالمقابل كان كتير منيح إنه أخذت بالآيتيونز صاروا أغنية الثلاثة اللي قدتهم كانوا توب 4 5 و 7. خلينا نسمع شوي أداء ميسي أليت بالسوبر بول. مشاهدينا، ميسي أليت اللي كانت غايبة عن الساحة الفنية لأن عندها مشكلة بالغدة وتحديدا بالجريف، اسمه جريف ديزيز. هالفنانة اللي حصلت الرابر الوحيدة كأنثى حصلت على 6 بلاتينم ألبومز، شيء كتير مش حلو إنه التينيجرز ما بيعرفوها. كان في شيء كمان صار بيشبه هالموضوع وهو بين كاني ويست والليجند تبع البيتلز بول ماكارتني اللي كمان كان عندهم عمل مشترك ورح ننهي اليوم فيه كونكتد. كانت هالأغنية ذا وان اللي كاني ويست بيقول كأنه رسالة أمه هي عم بتقولها لطفلته الصغيرة. رح نسمع هالعمل المميز وبتشوفه كاني ويست وبنته. ودعكم أنا. You got a breath. As I lay me down to sleep, I hear her speak to me. Hello, Maureen, how you doing? I think the storm and out of rain, the clouds are moving. I know you're happy, 'cause I can see it. So tell the boys inside your head to believe it. I talked to God about you. He said he sent you an angel. And look at all that he gave you. Yes, for one and you got two. Mm-hmm. You know I never left you. Every road that leads to heaven's right inside you. So I can say hello, my only one. Just like the morning sun, you keep on rising till the sky knows your name. Hello, my only one. Remember who you are. Know